السلام عليكم. قبل كده اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الـ Water Quality Parameters وإيه هي الـ Parameters المستخدمة في تحديد جودة ونوعية المياه، وكان عندي 3 أنواع من الـ Water Quality Parameters. كان في Physical Parameters و Chemical و Biological. لو نفتكر مع بعض، الـ Physical Parameters كانت من ضمنها الـ Turbidity، وهي تحديد نسبة العقارة، والتمبرتشر او درجة الحرارة. دي من الحاجات المهمة في الفيزيكال بارامترز. الكيميكال كواليتي بارامترز طبعا تشمل حاجات كتير، ومن ضمنها اهم حاجة او اشهر حاجة هي البي او دي، وهي نسبة او كمية المواد العضوية الموجودة في المية، وتركيز الاكسجين الذائب اللي هو الديزولفد اكسجين الدي او، برضو نسبة بعض الملوثات الكيميائية زي النيتريت والفوسفات. اوكي، والبي اتش طبعا هو درجة او الأس الهيدروجيني، درجة حمضية او قلوية الماء. ومن المواد او سوري البارامترز البيولوجيكال الحيوية زي كمية او نسبة البكتيريا الموجودة في الماء. طيب العلماء استخدموا او اختاروا 9 مؤشرات او 9 parameters من مؤشرات الـ water quality عشان يحسبوا بيها مؤشر او حاجة رقم يكون ليه دلالة على الـ water quality. يعني فيما معناها بنحول المعلومات اللي احنا بنعرفها عن المية اللي احنا هنستخدمها عشان نحسب منها رقم معين، وده يديني indication او يديني مؤشر هل المية دي كويسة او صالحة للاستخدام والكواليتي بتاعتها ايه. فايه هي الـ 9 parameters اللي العلماء اختاروهم عشان يعبروا عن حاجة اسمها water quality index؟ الـ 9 parameters هنلاقيهم موجودين في الجدول قدامنا ده. اول حاجة الـ dissolved oxygen اللي هو زي ما قلنا تركيز الأكسجين الذائب. تاني حاجة الفيكال كوليفورم، وده نوع من أنواع البكتيريا المستخدمة في كبيولوجيكال بارامتر أو كنوع من أنواع المؤشرات اللي بتدل على وجود بكتيريا وفيروسات في المية. البارامتر التالت اللي هو البي اتش، بعد كده البي او دي 5، النيتريتس ان او 3، الفوسفات بي او 4، والتمبريتشر درجة الحرارة، التربيديتي اللي هي العقارة، والتي دي اس اللي هي total dissolved salts. هما دول المين 9 parameters اللي مستخدمين لحساب الwater quality index. طيب هنلاقي الرو التاني او العمود الصف التاني في الجدول ده بيعبر عن حاجة اسمها weight percentage. يعني ايه الweight او الوزن؟ يعني احنا زي ما بنقول كده فيما معناه احنا عايزين ندي لكل بارامتر من دول أهمية معينة، مش كل البارامترز دي ليها نفس الأهمية وانا بحدد الووتر كواليتي اندكس. بمعنى ان في حاجات مؤشرات تهمني اكتر من مؤشرات تانية، او ليها تأثير اكتر على الووتر كواليتي اكتر من مؤشرات تانية. فعشان كده في حاجة تانية بتلعب دور مهم في الـ Water Quality Index اللي هي الـ Weight Percentage. فعندي هلاقي انه الـ Weight Percentage للـ Dissolved Oxygen 17% 17%، وهنلاحظ ان هي دي اعلى نسبة بالمقارنة ببقية الـ Parameters. بعد كده الـ Fecal Coliform 15% 12% الـ pH، وبعدين عندي دول نسبتهم 10% الويت بتاعهم، تربيديتي والتي دي اس 8%. الويت ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي في بارامترز زي ما قلنا مهمة او بتأثر لي اكتر على الكواليتي بتاعة المية. طيب بنحسب برضو الووتر كواليتي اندكس ازاي؟ عن طريق استخدام طريقتين. طريقة بنسميها الارثماتيك ابروتش، اوكي، وطريقة تانية اسمها geometric approach. في الارثمتيك approach بضرب حاجة اسمها index في weight زائد index i في weight زائد index i 3 في weight 3. اوكي،
طيب احنا عرفنا ايه هو الويت، لكن ايه هي الاي بقى؟ ايه هو الاندكس؟ الاندكس ده عبارة عن ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي عينة مية ووتر سامبل، اوكي، وقست فيها القيم بتاعت كل بارامترز من التسع بارامترز دول، اوكي، مثلا لقيت مثلا ان نسبة الديزولفد اكسجين في المية طلعت مثلا 2 مللي جرام بير ليتر، اوكي، لقيت نسبة الفيكال كوليفورم مثلا طلعت 1000، البي اتش طلع 8، البي او دي طلع مثلا 200، وهكذا. دي من القياسات اللي انا بعملها عمليا عشان احدد قيمة كل بارامتر من التسعة دول، اوكي. طيب الارقام اللي بتطلع لي او القياسات دي باخدها وفي بروح بقى لحاجة اسمها index graphs، بتبقى عبارة عن رسومات او علاقات بتربط ما بين كل قراية والاندكس المقابل ليها، تمام. طيب ايه هي الجرافس دي اللي شكلها بيبقى عامل ازاي، اللي بحسب منها الاندكس او بستخرج منها الاي؟ بتبقى شكلها بالمنظر ده، لكل بارامتر من التسعة يكون ليه جراف خاص بيه. القيم اللي على المحور الافقي بتعبر عن القياسات او الميجرمنت الخاصة بكل عينة مية انا عايز احسب لها ووتر كواليتي اندكس. المحور الرأسي بيعبر عن الكواليتي اندكس المقابلة للقيم دي. يعني لو انا جيت قست عينة المية اللي انا بحسب لها الووتر كواليتي اندكس طلع الفيكال كوليفورم 2000 مثلا، يبقى هروح على الجراف ده واجيب قيمة الاندكس او الاي، هلاقي ان هنا الاي بيساوي 20، يبقى الاي للفيكال كوليفورم بارامتر بتساوي 20. لو جينا مثلا التوتال سوليدز او التي دي اس، لو جينا قسنا مثلا تي دي اس طلع ب 300، اوكي 300، هستخدم الكيرف او الجراف ده عشان اشوف الكواليتي اندكس المقابل ليها كام، يبقى يطلع هنا الاي الخاصة بالتي دي اس بتساوي 60 أو 60، وهكذا. يبقى كل بارامتر من دول ليه جراف خاص بيه بالشكل ده، تمام. ده الخاص بالبي او دي، وده الجراف الخاص بالبي اتش، تمام. طبعا هنلاقي ان بي اتش المثالية للمية ان هي تكون ما بين 7 و8 تحديدا، مثلا 7.5، ده البي اتش او درجة الحموضة المماثلة، تمام، المثلى، سوري. فهلاقي عند بي اتش 7 تعتبر كده دي الاي اندكس بتاعتها عالية جدا، معناها ان انا عندي الكواليتي كويسة، اوكي. يعني عند بي اتش 7 هنا او 7.5 تقريبا، هلاقي ان الكيو فاليو هنا قرب 100%، اوكي، وهكذا البي او دي والفوسفات والنيتريت. طيب يبقى انا مثلا لو جينا قلنا ازاي بقى بحسب الووتر كواليتي اندكس باستخدام المعلومات دي، هيكون مثلا عندي في المسألة بيديني يقول لي the following qualities have been measured for a certain river، العينات من في مكان معين، river معين، وعايز ايه الووتر كواليتي اندكس، ومديني هنا في الجدول البارامتر الميجرمنت والاندكس الاي المقابلة ليها، اوكي. وطبعا انا المفروض زي ما قلنا عارف الويت بتاع كل بارامتر من اللي مكتوب في الجدول، ودي ارقام ثابته. الويت الخاص بالديزولفد اكسجين 0.17، الويت الخاص بالفيكال كوليفورم 0.15، والبي اتش 0.12، البي او دي 0.1 0.1 0.1، التربيديتي 0.08، والتي دي اس 0.08. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ انا زي ما قلنا عندي طريقتين، arithmetic approach و geometric approach. في الارثمتيك هضرب كل i index اللي هو بيبقى given في الجدول في المسألة، هضربه في الويت في ال w، يبقى اضرب 60 او 60 في 0.17، تمام. هاجي للفيكال كوليفورم برضو هضرب ال i 20 في 0.15، اوكي، واجيب القيمة بتاعتها، واكرر نفس الخطوة
لكل بارامتر من التسعة بارامترز، واجي في الاخر هجمع بقى كل القيم دي. اوكي، يعني هجمع 10.2 زائد 3 زائد 10.8 زائد 3 زائد 5 زائد 1 زائد 3.8 زائد 3.6 زائد 4.8، يطلع المجموع ايه؟ 45.2. تمام. طيب الطريقة التانية للحساب اللي هي الجيومتريك ابروتش، هي i to the power of w، يعني i مرفوعة للأس ايه اللي هو قيمة ال w، يعني i 60، دي 60 to the power of 1.17، 60 أس ايه 0.17 تساوي 2. القيمة التانية ايه 20 مرفوعة لأس 0.15 تطلع 1.56، وهكذا. برضو في الآخر هجمع لأ سوري مش هجمع بقى، القيم دي كلها بتبقى مضروبة في بعض. لو نرجع للقانون تاني في الجيومتريك ابروتش، بضرب القيم كلها في بعض. اوكي، يبقى هتبقى 2 في 1.56 في 1.71 في 1.4 وهكذا، اضرب كل القيم دي في بعض يديني في الاخر المجموع 36.56. طيب انا في الاخر بقى بقول ان الكواليتي بتاعت المية دي bad or good or very good or excellent، بناء على ايه؟ بناء على السكيل اللي عندي هنا الموجود تحت. لو انا عندي قيم ال WQI او الwater quality index من 0 ل 25، معناها ان الكواليتي very bad. اوكي، لو انا عندي من 26 ل 50 يبقى الكواليتي bad. يبقى حسب القيمة اللي هتطلع لي للwater quality index ايه، هقدر احدد بقى او افهم منها من الرقم ده المية دي كويسة ولا لا، او صالحة للاستخدام ولا لا. طيب يبقى هنا الارقام اللي طلعت لي باستخدام الارثمتيك ابروتش والجيومتريك ابروتش الاتنين طلعوا في نفس الرينج، اللي هو ان هي الكواليتي بتاعت المية دي باد. تمام. طيب يبقى انا اول خطوة ايه عشان احسب بقى الووتر كواليتي اندكس العام لأي عينة مية، ان انا الاول احدد الاندكس او درجة جودة المية من حيث كل بارامتر لوحده. يعني زي ما قلنا هستخدم الجراف دي ان انا اشوف درجة نقاوة المية او درجة جودة المية بناء على مثلا نسبة الاكسجين الموجودة في المية وبناء على الفيكال كوليفورم. طبعا هلاحظ مثلا انه لو نسبة الكوليفورم اللي هي دي ده نوع من انواع البكتيريا زي ما قلنا، لو هتراجعوا المحاضرات اللي فاتت، لو نسبة الكوليفورم عالية جدا ده معناها ان درجة نقاوة المية سيئة جدا، فالاقي ان الاندكس او الكواليتي فاليو عندي قليلة جدا. لكن لو نسبة البكتيريا الموجودة في المية قليلة يعني تكاد تكون منعدمة او اقرب للزيرو، هيكون عندي هنا الكيو فاليو او درجة نقاوة المية جيدة او يعني ممتازة 100%. برضو هنا بالنسبة للtotal dissolved solids هنلاحظ انه هنا شكل الكيرف اقصى قيمة او الماكسيموم عند تقريبا 50 اقصى قيمة للكواليتي اندكس. ده معناه ايه؟ معناها ان عند total dissolved solids قيمتها 50 درجة نقاوة المية او درجة جودة المية بتكون اعلى ما يمكن، وده برضو مؤشر لحاجة تانية. احنا زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت انه total dissolved solids دي بتعبر لي عن نسبة الاملاح اللي موجودة في المية، ولو انا عندي نسبة الاملاح اللي موجودة في المية قليلة جدا ده برضو حاجة مش مستحبة، لانه المفروض انه الجسم بيحتاج نسبة معينة من الاملاح دي. عشان كده لو انا عندي نسبة total dissolved solids بزيرو مش هو ده احسن حاجة في درجة جودة المياه. اوكي، لكن طبعا لو التوتال سولت سولت زاد جدا، يعني عن وصل مثلا ل 500، هلاقي ان الاندكس او درجة
نقاوة المية قلت بقت حوالي 30%، وهكذا. كل كيرف برضو نقدر نفهم من الجراف أو من شكل المنحنى ايه هي القيم المناسبة أو التركيزات المناسبة في المية لكل بارامتر من البارامترز دي.